ايدك عالي الصوت، ارفع ايدك عالي الصوت، شعبي حر وما بيموت، شعبي حر وما بيموت. خلف هذه الجدران يقبع أسرع عهد الوطن على النضال ليبقى شامخا حتى التحرير. هنا يرسم أبطال جدارية الحرية بدمائهم وصبرهم وأمعائهم الخاوية. أكثر من 200 أسير بينهم مانديلا سوريا صدق المقت يمتنعون عن الطعام لليوم السابع على التوالي، حيث انضموا لعموم الأسر المضربين عن الطعام حتى تحقيق أبسط حقوقهم للعيش الكريم. جايين هون إحنا تأييد لأسرانا اللي هم مضربين عن الطعام، حتى إنه يرجعوا لهم اللي صلبوهم الأشياء الإنسانية اللي صلبوها منهم. يعني سلطات السجون تجرد الأسير من كل ما يملك إلا قضية الإرادة والعقيدة، لا تستطيع أن تجرده منه، فهذا هو سلاحه الذي يفعله. من لا شيء يخلق أدوات نضال، من العدم يخلق أساليب مواجهة، أرقاها هو الإضراب المفتوح عن الطعام. ذوي الأسرى والمعتقلين أكدوا خلال مشاركتهم في الاعتصام الذي نظم أمام سجن الجلبوع على أهمية الحراك الشعبي للتخفيف عن كاهل الأسرى عبء آلام الجوع. أسرانا في خطر، الأيام بتمر بسرعة وحالتهم الصحية بتدهور، فمطلوب من جميع الدول العربية مش بس الشعب الفلسطيني الالتفاف والوقوف بجانبهم لحتى تحقيق مطالبهم إن شاء الله. وبوجه كلمة للي عبير يخربوا وبيعبثوا بوطننا سوريا، وبقلهم انه هاي ساحات النضال وهاي ساحات الصمود وهاي المقاومة هون بفلسطين ضد العدو الصهيوني. الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال خاضت عبر تاريخها 23 أضرابا عن الطعام، متحدين عن جهية مصلحة السجون ومواجهين سكون الليل بأنينهم والجوع بصبرهم حتى تحقيق مطالبهم. لا يقتصر نجاح معركة الأمعاء الخاوية على صمود الأسرى وحسب، بل يحتاج إلى حراك شعبي ودولي للإسراع بانتصارهم على جلادهم. من أمام سجن الجلبوع للإخبارية السورية عماد المرعي، فلسطين المحتلة.